بسم الله الرحمن الرحيم وأنا والتوفيق مع عند الأليم وبدل ما حدش بالعكس نحن في نفسك ما خدمنيش وأنا لاعبين أنا بيجي جاي أون ترافاي كوم دابيتود لو ميم ترافاي قدام الكاج تقريبا من ريبريز حتى لا فيك تاع الماتش ديما ديما الخدمة أكثر من الخدمة قدام الكاج لأنه الكاس ناس تو كيب فرونسيف ولكن التوفيق مع الأهلي برشا هذاك لو طون باش تولي تكثر الكونسونتراسيون على اللعبية تزيد ابليكاسيون اليوم الحمد لله التوفيق مع الأهلي معناها ما سجلناش كنا نجمو كل فريق معناها يلعبوا كان موتيفي معناها لأنه يلعب في وضعية خارجة نوعا ما وفريق مش معناها تعرف فريق كبير وفريق يعرف يسير معناها يعرف يخرج من الماتش دونك كان في الدور اللي قعدت نويها واللي عطينا ديزوبجيكتيف وأهداف جدد لا جامي معناها في المرتبة الأولى جماعة فتح حد علمي أنا حسب ما نعرف موجود في مرتبة أهله معناها والنادي الأفريقي تقريبا الفريق الوحيد اللي ما نهزمش عمل 7 انتصارات دونك هذه المجموعة هي بيدها كانت شهرين ونص قبل ما يجي الكوكي تقريبا المجموعة هي بيدها انتصرت في مقابلة واثنين وكلاسمون كان سانكيام تقريبا دونك ما ثماش علاش بريزيدون اللي نخدم هذيك أن كرون بريزيدون داير ما أبلي لأنه ثم إذاعة أقدم إذاعة في تونس هي اللي دولي قاعدة مش عاجبة وجودنا في الكويت هي قاعدة اللي تشوف فيهم كمان كل الدخول يطلعوا جماعة مش مشكلة والانسجام بين اللاعبين راهو جايبك لو طون لو طون عنده قيمة كبيرة برشا ناس ما علاش حتى اللي كونترا برا في الأوروب ما يتعاملوش على عام ولا عام ونص ولا عامين يتعاملوا على 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 ديري أو موا موا ديري تاع تروازون باش نجم تصير هكا الانسجام بين اللاعبين ما بين بعضهم بين اللاعبين وطريق المدرب بين أفكار المدرب وأفكار اللاعبين افيك لو طون كل شيء يجي راجل مرتي يضري ما يتفاهموا كان بعد عام ينجموا يطلقوا ينجموا يتفاهموا اللاعبين هذوما انا اللي طلبت بهم دونك نعرف نعرف الكاركتير نتاعهم دونك وهو المدرب في الفريق هو اكثر حاجه ساعه قبل التكنيك والتكتيك والدنيا الكل هو طريقه معناها كيفاش ياخذ المجموعه كيفاش يخلي كل مجموعه كل موتيفي بيان سور كيما نحن نقولوا بلغتنا العاميه جنجل شويه مع اللاعبين الكل تلفا صولي تخلي الناس كل موتيفي والناس كل عندها امل وانا باش نشرح وابري تو هما كل جروب في الاخر كل ريكومبونس في الاخر بكل باش كل مجموعه هما حاضرين تصور حاضرين ما كانش صعوبات سور بلان فيزيك مي ليسونسيال قاعدين نقدموا ماش قاعدين نعملوا في ماتشات باهيين سورتو في راس معناها تيران يعاونا باش نلعبوا معناها باش نوريو ستيل جو نتاعنا اللي هو بالو سول وانا ندخلوا على الجناب في الوسط بارلاكس وان شاء الله معناها بالكومبيتيسيون بالوقت باش تزيد معناها الاكيب تزيد تقوى وتزيد معناها ياخذ كره السيف تخدمتوا عليهم في وسط الجمعه جات ريسيت وحدها لا لا قاعدين نخدموا نحن ديجا قاعدين نخدموا فيها من قبل وما جا ما حمانا ما فماش ريسيت في ماتشات هذوما الاخر الاخراني الماتش هذا فما ريسيت الحمد لله ان شاء الله ديما كاين ان شاء الله هذيك صح اسامة مش خايف على البلاصه الجايه اللي صار شوفك تطلع خاطر المردود يمشي ويتحسن انا نخدم على روحي نعطي 100% اللي قاعدين نخدم فيهم لكن فما في الماتشات فما حاجات تتعدي وفما حاجات ما يتعديوش لكن احنا معناها مع الانترنور اصرينا وقلنا يخدموهم راهو تو يجيبوا البونتويات والحمد لله كما شفتوا اليوم يعني لي بالاريتيج ربح والله ليه بالنسبه لي انا يعني ما نحسبش كان جاتكم فرون ماركي ولا جابوا واحد اخر اكيد معناها كل واحد يحب يماركي ديما لكن الماتشات الاخرانيين معناها عكستني كوره ماتش مرسى على البار ماتش خويا نزوز على السيمتر ماتش بنزرت قصدي لحالي مليني يعني صلح روحك صح.